معلومات وحقائق حصرية عن النجم والممثل الهندي ديراج دوبار. يعتبر ديراج دوبار ممثل هندي ولد في دلهي الهند في 20 نوفمبر 1984 في أوتار براديش، فهو من عائلة هندوسية من الطبقة المتوسطة. والده اسمه سوشيل دوبار ولديه شقيقان، فهو قريب جدا من عائلته وغالبا ما يشارك معهم صور رائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا فإن ديراج دوبار من جنسية هندية ويتبع الديانة الهندوسية، ويشار أنه متزوج من الممثلة التلفزيونية فيني أورورا. والجديد به فإن ديراج مصمم أزياء ومقدم تلفزيوني، وممثله المفضل هو شاروخان وسيف علي خان وزوجته كارينا كابور، فهو حاصل على عدة جوائز. هذا وقد التقت فيني بحبيبها ديراج في مقر التصوير، حيث كان حبا من النظرة الأولى، وقد ربطا العقدة وكانا يتواعدان لمدة 6 سنوات، وكان ذلك في 16 من شهر نوفمبر 2016 في حفل زفاف أحد أقاربهم المقربين وعائلتهم، ووقع الزوجان العاشقان في حب متبادل، ويشتهران بأنهما الزوجان القويان في صناعة التلفزيون، ويشاركون عدة صور لطيفة لهم عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بهم. يعتبر ديراج ممثل تلفزيوني معروف في المقام الأول بعمله في صناعة شاشة التلفزيون الصغيرة، فهو ممثل مسرحي مصمم أزياء، ودرس وتخرج في مسقط رأسه، كما اشتهر في عدة أدوار في المسلسلات اليومية الشهيرة مثل كولورز. وقد كان العرض أحد أطول العروض في صناعة التلفزيون، واكتسب من خلاله شعبية كبيرة بين معجبيه نظرا لابتساماته الجميلة ومهاراته العظيمة. فمنذ أيام دراسته في الكلية كان مهتما بالنمذجة، وبمجرد فوزه في مسابقة النمذجة حصل على ضوء دبلوم في تصميم الأزياء، كما عمل أيضا في عدد من المسرحيات خلال أيام دراسته الجامعية. وبعد الانتهاء من الدراسة قام بالعديد من مهام النمذجة، كما ظهر في العديد من الإعلانات التلفزيونية. بدأ حياته المهنية كنموذج منحدر، ولكن بعد عدم نجاحه قرر أن يكون ممثلا. لقد قام بأكثر من 100 إعلان تجاري، كما ظهر لأول مرة في المسلسل التلفزيوني لطا. وبعد ذلك قام بالعديد من العروض وحصل على تقدير فوري، وقد منحه البرنامج الشعبي هائلا مما جعله أحد أفضل ممثلي التلفزيون، وتزداد شعبيته أكثر فأكثر في جميع المسلسلات التي كان جزءا منها. النجم الهندي ديراج دوبار قام بعدة أدوار لا تحصى في مسلسلات تلفزيونية درامية ورومانسية، وهو بطل مسلسل حياة قلبي كارل لوترا. وللإشارة فإن ديراج قد ترك المسلسل مؤخرا بعد 5 سنوات من العرض، وهو أيضا ينتظر طفله الأول من زوجته فيني.